فكره زوينه في محلها. الناس ديال الدخيل والناس ديال الصحراء والناس ديال الاطلس فاش يجيو هنا في الشمال تلقاو تبارك الله هادو السباقين في الابداع ديال المغرب. جينا مرتين بالضبط هنايا اجبرنا واحد الاخ عنده واحد المشروع ما شاء الله الاخ مبني وقلنا نجلسو نهضرو معاه. كيف جاك هاد الفكره ديال المشروع؟ فكره مزيانه، فكره ممتازه. كنتمنوا الشباب يشوفوا افكار بحال هادي ويفكروا فيها. غير ما يبقى بنادم يقول ما كاين ما يندار ما كاين ما يتعمل، كاين افكار وافكار. ها هو السيد تبارك الله عليه عصامي يتقاتل، ها هو انتجعنا الفكره هادي على الماكينه القهوه وكيتقاتل مع الزمان تبارك الله عليه. وجا المنطقه ديالنا تطوان وخدام فيها وعمل عاوتاني لا مارك ديال القهوه حتى هي معروفه ذهب غنيه عن كل تعريف، قهوه الذهب اللي يقولوا من ذهب. وما عندي ما نسالو تبارك الله عليه، فكره ممتازه بزاف. الله يعاونو الله يسخر له الله يسهل الامور ديالو ان شاء الله. انتينا بصفتك يعني من الناس اللي عندهم مكن القهوه وكتبيع مكن القهوه الاختصاص ديالك هذا؟ اه طبعا. وعندك طبيعه الحال زبناء وناس كتعرفهم، شنو كتقول لهم؟ تقول لهم يمشيو عند السيد هذا خصنا ندعموه؟ انا كنشجع اي واحد يجي عند الناس اللي كيعملوا بحال هيدا ويشجعهم ويدفعوهم للامام، لانهم مساكن كيتقاتلوا. هذه من الافضل نعاونوهم ونتعاونوا معاهم. ما باش الانسان كيتسارى مع وليداته هنا في الكورنيش يجي ياخذ من عنده قهوه ويتهلا فيه، علاش لا؟ حنايا راه الحمد لله حنا المغاربه معروفين بالكرم وديما كنتعاونوا بيناتنا. وملي جات كورونا في شهر ثلاثة تبتنا جميع الناس في العالم ان احنا ناس كنضامنوا ونتعاونوا. والله يسهل الامور والله يرفع علينا هذا الوباء وان شاء الله خير في هذا العام اللي غيدخل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي تبارك الله عليكم، كيف تونا مزيان؟ جبرتونا في مرتين بالضبط مع واحد الأخ واحد الصديق عنده سميك الله رسمي سيرفيس رسمي. فكرة رائعة بالنسبة للشباب اللي باغي يديروا مشروع. وبهذه المناسبة اللي كنحيوا الناس اللي بحال هذا السيد هذا اللي كيحاولوا أنهم يكونوا يعني إيجابيين في المجتمع، كيغلوا راسهم براسهم بلا ما يتسناو مجموعة الحوايج ويرميو كيف كنقولوا حنايا ما كاين والو ما كاين يدار. السيد هو راسو راه ديالو على الذهب وحياته. نفس الوقت كاين هنايا الذهب شركة تطوانية ديالنا معروفة مدينة تطوان، إن شاء الله عندها واحد الصيت، إن شاء الله كنتوقعوا لها صيت عالمي غيكون عندها. لاحظوا الفكرة شنو هي؟ قهوة متنقلة بالضبط. رسمي كنية ديالك ولا؟ كنية ديالي. شنو هو السبب باش درت هاد الفكرة هادي؟ خويا كنت كندير كتنقاد في التيرانات وراك عرفتي هاد الوضع جا قلب كل شيء. كنا كنخدم التيرانات مع الكرة فين في تطوان هنا شي ميرا؟ كنا كنجي كتجي تطابجا في تطوان وفي كازا. يعني السبب جائحة الكورونا هي اللي خلاتك تفكر؟ انا كنت المهم عايشين بخير وعلى كي كتبان لك الفكرة بالنسبة للمستقبل؟ واحد المستقبل هادي مزيانة بحال الشباب اللي ضايعين اللي ما عنده ما يدير. اللهم هادي ولا غيمشي يدير شي حوايج اللي ما خدامين. كاين اقبال من عند الناس؟ كاين اقبال كيتشجع كيأيدو دابا حنايا خلال هذا الفيديو هذا فكرنا نعدلوها. علاش؟ باش نشجعوك الونسيوها عندنا في اليوتيوب. موافق ماشي في اليوتيوب الونسيوها في اليوتيوب نشجعوك في نفس الوقت كنحيوا هذه المبادرة هذه وفي نفس الوقت كنجيبوا الافكار ايجابيه بالنسبه للشباب اللي كيف قلت ما كيقولوا ما كاين والو ما كاين ما يدار في البلاد. كاين ما يدار خص غير الافكار وخص التشجيع من طرف المواطنين. مثلا حنا كندعيو مجموعه المواطنين اللي غيجيو مثلا اماكن بحال هكا تمارتي كيف كتشوفوا هنا ما كاينش القهاوي ما كاينش منافسه مثلا هنايا. كاين الناس اللي ما كاينش القهوه الناس ما كتبغيش القهوه فكره باش يريح ما كيقول لك ما كنريحش القهوه. كيجي هنايا كيقول لك انا القهوه ما كنريحش فيها ماشي كنريح فيها مثلا ولكن ما كنريحش القهوه. كنجي هنا المهم كيجي كياخذ قهوه كيتعاون معنا حتى حنايا
وفكره مزيانه هذه، فكره راه خاصها شويه ديال الصبر وشويه ديال هذيك هو الصبر في التجاره كامله. الصبر في اي حاجه اي ميدان ما كان الصبر ما كاين والو. سمعتي وهذه راه فكره مزيانه والناس غتولي المغرب غيولي عالمي احسن ان شاء الله. احسن عالمي راه غادي يدخل هاد الذهب. علاش بالضبط عملتي ذهب؟ ذهب على حساب الجوده. الجوده دابا انت كتشهد الذهب بالجوده. لا لا كنشهد الجوده. تحيه للناس ديال الذهب كاملين في مدينه تطوان اصحاب شركه ديال الذهب. واحد القضيه كنت عارفوا دائما الجوده هي كتوصل، كاليتي كتوصل، عاد نمشيو في خطوات رغم ربما ثقيله شويه بشويه ولكن خطوات سليمه بها. انا بعد عملنا شي قهوه ديرنا تكون سخنت المدينه. انا غادي دابا بقينا كنهضروا. مازال واخا ماشي مشكله سخن. الفكره في محلها الحمد لله. الفكره زوينه في محلها وهذا نوع من واحد التجاره اللي هو غادي تهز الوتيره ديال الاقتصاد ديال البلاد، تعاون في الاقتصاد ديال البلاد. وهاد الناس اللي هما شباب اللي هو عاطل وعنده شواهد وعنده دبلومات وعنده هاد ومازال ما حصلش على واحد العمل اللي هو يكون مستقر قار يعني قار او مستقر. فلهذا كاين البديل الحمد لله. المغرب كاين فيه طاقات وكاين فيه معادن وكاين فيه بروجيات وكاين فيه مشاريع باش يشغل راسو. والاقتصاد ديال البلاد الحمد لله الحاله هكذايا، تنشوفوا هاد الناس الحاله هكذايا الحمد لله. ماشي غير هذا، انا شفت عدد ديال الناس اللي عندهم كافي متنقل اللي هو يعني تبارك الله حتى في المنظر والبهجه ديال البلاد عطى واحد المنظر زوين. وتتلقى تبارك الله بحال هذا الشباب حتى الثمن ديالو رمزي يعني باش يدير واحد البروجي ديالك وتهز راسك وعائلتك والعائله ديالك وتعين العائله ديالك وتكون تقدر تزوج تقدر دير واحد الحاجه اللي هي في الطموح ديالك. تبدا بواحد الطموح اللي هو ولو الثمن ديالو قليل. كاين اللي تيدير تريبورتور، كاين اللي تيدير هوندا، كاين اللي تيدير هكذا ستارت بحال هكذايا، كاين اللي تيدير كارافال. كل واحد على حسب الطاقه ديالو الحمد لله. تيجيب الله التيسير وتيجيب الله الرزق. وانت تشوفوا دابا حاليا مباشره جايين نشربوا حتى حنا القهوه، لحقاش القهوه ديال تنقولوا ديال المنتزهات وداك الشيء هذا روتين واحد اخر. حنا دابا دخل علينا دخل المغرب الجديد، تنحاولوا بما امكن نشجعوا هاد الشباب ونشجعوا الناس اللي هما بداوا في هاد البروجيات اللي هما زوينين ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دابا المستقبل غادي يتصور وغادي يتصور لواحد الوتيره اللي هي مهمه. يا حباب المواطن المغربي يستوعب الافكار اللي هو غادي بها صاحب الجلاله نصره الله. الله ينصر سيدنا وينصر الاسره العلويه من طنجه حتى للبويره. والحمد لله الشباب ديال طنجه وديال الشمال كله خطيبه يعني من الناظور والسعيديه وهذا يعني واحد الشباب اللي هو تبارك الله طموح يعني طموح وفيه واحد الحياه فيه واحد اللطف وفيه واحد الرؤف الحمد لله. داك الشيء زوين بزاف. الناس ديال الداخل والناس ديال الصحراء والناس ديال الاطلس فاش يجيو هنا للشمال تلقاو تبارك الله هادو السباقين في الابداع ديال المغرب، سباقين في النظافه، سباقين في الجرادي، سباقين تبارك الله في كل شيء. وهذا الطموح اللي كاين مستقبلا ان شاء الله الرحمن الرحيم بالنسبه للبرلمان ولا بالنسبه للوزير الاول ولا بالنسبه للرؤساء ولا بالنسبه للبلديات ولا بالنسبه للدوائر. كاين واحد البروجي مستقبلا ان شاء الله الرحمن الرحيم، كاين طموح كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم فين تهز الوتيره ديال البلاد. وتنشكروا الشريف ديال رسمي محمد حصل لي الشرف جيت من فاس باش نشرب القهوه ديالو. مرحبا خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. والريحه ديالها ستعطي من هنا ان شاء الله. هذه كافي ذهب. كافي ذهب شركه معروفه في مدينه تطوان، شركه معروفه تبارك الله تطوانيه مشهوره اوروبيه. وحتى النسمه ديالها ستعطي من هنا بان تشرب واحد القهوه اللي هي كما تيقولوا لاي واحد نبري بداك القهوه الطاس ديالو القهوه في الصباح القهوه في العشيه تيحس بالشرف الحمد لله. عوض لك الدماغ الدماغ ديالك الحمد لله مزيان. شكرا لك. صوبنا شي قهوه. صوبنا قهوه ان شاء الله. وشكرا. الله يبارك بالصحه والراحه.
تهضرت مع السلا يا اخي. عقم يدو تدابير السلامه عاملها كاين الغاز راه كاين عامل الخاتومه عامل يعني ما ينبغي. هذه الفكره هذه غادي يستطيع يمشي بعيد. وكنقول لكم يعني بالنسبه للناس اللي غادي يجيو تطوان الله يزور تطوان كتكون انت في هذه المنطقه دائما؟ اه مسكت هنايا دابا كتكون هنا في هذه المنطقه دائما اغلبيه كيكون هنا يعني يعني الاخوان كاملين الناس اللي كتجي المرتين بالضبط في مدينه تطوان تجي تشرب عنده القهوه دعم هذا السيد هذا تخلي هذا المشروع هذا يمشي لقدام ان شاء الله. اي حاجه اللي هي فكره مبدعه وبطبيعه الحال حلال الانسان كيحاول يشغل راسه براسه خصنا ندعموه كاملين. اسم العائله رسمي والكنيه محمد. الاخ هنا الاخ رسمي كيقوم بعمليه تبديل ديال القنينه ديال الغاز كيف كتلاحظوا فانه حريص جدا على السلامه كيف قلت لكم وكيف كتلاحظوا كيف يعني كيعمل الخاتومه وكيعمل كل شيء. تحياتي لكم خوتي نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تابوناو فلاشين باش تدعموني باش نستمر في المزيد. وهذه مبادره من المبادرات الرائعه في مدينه مارتين بالضبط. كنتمنوا يكثروا المبادرات بحال هادو ويكثر التشغيل الذاتي والمقاولة الذاتية باش نهضوا بلادنا للأمام. تحياتي وإلى فيديو قادم إن شاء الله. وما تنساوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.